وشوشة. ان انا لو هكمل في الطب ده شويه هكمل على اساس ان انا في قسم اكاديمي. اكاديمي ده يعني بدرس في الجامعه بس. وفعلا درست في الجامعه حاجه اسمها صحه عامه اللي هو علم الاوبئه وعلم الاحصاء الطبي وغيره، وكنت بدرس في جامعه قناه السويس فعلا، لحد لما خدت قرار في 2010 ان انا هتفرغ للكتابه تماما، لانه حسيت انه مش من قبل كده، من ايام انا طالب في الجامعه، من وانا طالب في الجامعه ابتديت ان انا اجرب حاجات واكتب في روايه مصريه للجيب شويه، واكتب في صحافه شويه، واجرب في اعداد البرامج شويه وللاطفال شويه، يعني جربت كل الحاجات، بس كان عيني من اول لحظه على كتابه السيناريو. يعني عشان كده كنت باخد خبرات علشان الكارير ده. الحدوته ان انت بتبقى سنك صغير قوي على انك تحدد بشكل واضح قوي انت عايز ايه. في ناس بتبقى عارفه بس مش كل الناس عندها فكره انه انا هخش ده وهحارب عليه، لانه بيبقى عندك 17 سنه او حاجه، ففي نفس الوقت في بريشر، يعني في بريشر من الاهل ومن الاصدقاء ومن المجتمع ومن، يعني في ضغوط، والضغوط دي بتترجم في الاخر لان انت غصب عنك بتبقى ايه، محتار ومتردد، والحيره والتردد وانت جايب مجموع كبير ومع عوامل مجتمعيه تانية اخرى، بيبقى خلاص يعني الاهل بيشوفوا انه افضل حاجه طب خد الشهاده وبعدين اعمل اللي انت عايزه. ما بيبقاش سهل انك انت تغير الكارير لو انت في الاول، بس هو في الاول انا ما كنتش شايف نفسي اقدر ان انا في الطب احقق يعني انجاز كبير، فقررت ان انا بالتدريج كده ابتدي اعمل الشيفت لو الامور تيسرت، والحمد لله وقد كان. يعني كانوا متوقعوا من الاول، لانه احنا عندنا الساحه متسابه بقالها 8 سنين او اكتر للدراما التركية تحديداً، بس مش بس، لكل أنواع الدراما التاريخية اللي جالنا من برا، وإحنا ما بنعملش أي منتج فني درامي نوعي بالناس. مش هقولك بقى نرد ولا بتاع، لأنه ما أعتقدش أنه هدفنا أن إحنا نرد، يعني ما تقالش حاجة فمش داخلين مناظرة يعني، لكن لازم بقى لنا مشروع ثقافي عربي بتاعنا نبقى ننشر بيه الوعي بتاع، نحكي حدوتتنا، نحكي القصة من وجهة نظرنا، لأنه التاريخ هو في النهاية مرويات، أنت هي مرويات بتنتقل عبر الأجيال يعني. فانت لو سبت التاريخ بتاعك وما حكيتوش هيبتدي يجيلك من مصادر تانية، ولما يجيلك من مصادر تانية ده معناها ان هو محمل بمصالح الناس اللي بتحكي التاريخ من وجهة نظرها برضو، ما هي ما بتحكيهوش. على فكرة الدراما والرواية التاريخية والفن التاريخي عموما مش مصدر معرفة تاريخية، مصدر معرفة التاريخية هي الكتب والمراجع والابحاث، ده اللي حابب يزود، لكن الفن بينشر وعي ولازم يبقى مسلي الاول ولازم يبقى ممتع وبعدين اي حاجة تانية. فكرة انه محمل بافكار، طبعا محمل بافكار، مفيش فن محمل، الفن اللي مش محمل بافكار ما يبقاش فن اصلا، لكن هي الحدوته كلها انه انت مؤمن باللي بتعمله لانهي درجه، بتحكي الحدوته بتفتري على التاريخ ولا لا، بتغالط بتزيف ولا لا. هنا نقدر نتكلم كل ما هو وقائع في ممالك النار حدث بالفعل وموثق بمصادر تاريخيه موجوده ومحدش يقدر ينكرها ولا ينفيها. لكن هتقول لي حكيتها من وجهه نظرك، طبعا احكيها من وجهه نظر مين؟ ما هو لازم احكيها من وجهه نظر، يعني ما هو الفن وجهه نظر اصلا، واي فن ما فيهوش وجهه نظر يبقى ماسخ ما كان لم يكن. فطبعا موجود، وتوقعت الهجوم طبعا، لانه احنا في مرحله من التاريخ المصري والاقليمي عموما حرجه جدا وفيها شد وجذب طول الوقت، فعارف كويس قوي انه الموضوع هيبقى موجع، وموجع لبعض أصحاب وجهات النظر المختلفة عننا يعني. لكن في النهاية طب ما هو أنت في الآخر بتتكلم وبتقول حاجات يعني أنت طول الوقت بتدي المنتج بتاعك وعايز تبقى لوحدك، لا طبعا لازم يبقى لنا المشروع بتاعنا، ولازم يبقى مش ممالك النار بس، لازم يبقى ممالك النار ومشاريع أخرى، لأنه الحقيقة أنه تأثير العمل الدرامي التاريخي على الوعي احنا شفناه، وإحنا قبلها بقى من أعمال تانية كتير كان بيتسلل للوعي، بينشر افكار زي الخلافه وغيره 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 من خلال الدراما مش من اي حاجه تانية. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه.